بارك الله فيك أستاذ موسى. تحياتي عبد القادر. السلام عليكم خويا لافرانشي، تحياتي ليك أستاذ موسى، دكتورة شافية، مديان الجماعة كامل تاع سبيس، الجماعة اللي في اليوتيوب، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. راني طلعت قبيلة مبلوكي، سي بور سا ما قدرتش، مانيش عارف سينيال ولا عندي مشكل في الكونيكسيون. على كل إن شاء الله الجماعة كامل يكونوا بخير. نسمع في الأستاذ موسى يحكي على الموضوع نتاع العولمة، الله أعلم. ما عندي ما نقول ما نزيد عليه، باسكو راه فصل فيها كلش الأستاذ موسى. برك يعني كإضافة صغيرة، أنه هذا الموضوع نتاع العولمة، وموضوع العولمة ماهوش غير تاع الاقتصاد، عولمة نتاع جميع الأمور، عولمة القيم، عولمة الاقتصاد، عولمة السياسة، عولمة جميع الفروع وجميع التخصصات. ف هذا مشروع يعني صهيوني، مشروع ماسوني بامتياز، مر على عدة مراحل، وللأسف الشديد احنا ما كناش ممكن نسيره في الأحداث، ممكن كنا لاهين في أمور أخرى ففاتتنا. ولكن الحمد لله اليوم مع انتشار هذه الوسائل نتاع التواصل الاجتماعي، الحمد لله خاوتنا بداو يفيقوا، بداو كما نقولوا حنايا يتنبهوا لحقيقة هذا المشروع، لأنه مشروع طويل وماهوش من اليوم، يعني راه من سنوات وسنوات. برك إن شاء الله يعني إن هذه سنة الله في الكون، صراع الحق والباطل، وأكيد في النهاية الحق هو اللي راح ينتصر، هذه حقيقة إن شاء الله. اليوم برك حبيت ان لفت الانتباه برك على الزياره انت الرئيس تبون، المشاركه نتاعو في قمه المناخ اللي داروها في مصر، الناس اللي راهي تروج، اللقاء انت تبون مع مقارونه، الحمد لله الفيديوهات كاينين والصور كاينين، فبرك ما يطيحوش الناس وخاوتنا في البروباغندا اللي راهم يروجوا لها سوا ديزون هذا الاخرار والخونه. راكم شفتوا كيفاش عندنا كويبوس، يعني مانيش عارف واش بيها لافرونشي، وقيلا لحقوا البرد، احسب واش بعث لي في البريفي. شكون هو هذا عبد القادر؟ ماكرون شفتوا كيفاش يسلم على تبون؟ يعني والله غير شر البالية ما يضحك، انا والله حشمت في بلاصتهم يعني. ايه باسكو راه اللي بعتها لي في البريفي، يعني راهي دايره شيكسي كبير، يعني الحطب راهم الغابه هذيك تقريبا الثلث كلوها، يعني سنا الشتاء في فرنسا وفي اوروبا عامه يعني اصعب شتاء، بينما هنا في الجزائر ولله الحمد يعني رانا رايحين نمر بواحد الفتره يعني البحبوحه نتاع وقت بوتفليقه وضربوها في عشرات، وانا على بالي واش راني نقول في العشرات، لانه الميزانيه نتاع 2023 اكبر ميزانيه منذ استقلال الجزائر، يعني تقريبا 100 مليار دولار، 98 مليار دولار اللي راهي رايحه تكون الجزء الكبير للميزانيه التجهيز، لانه ميزانيه التسيير ما تتطلبش امور كبيره، ولكن ميزانيه التجهيز تتطلب دراهم كبار. هذا يعني انه كاين استثمارات كبيره راهي داخله، هذا يعني انه كاين صفقات ومشاريع كبيره راهي داخله للجزائر، وخير دليل يعني الشراكه مع قطر. اليوم شفنا مجموعه عجلان تاع السعوديه مع اللقاء مع وزير الصناعه، والتوقيع على اتفاقيات ومشاريع خاصه في مجالات الزراعه ومجالات الصناعه، ف أمور كبيرة راهي داخلة للجزائر. وكما قريت واحد الكومنتير تاع واحد الأخ عجبني، وهو صح كومنتير يعني مضحك، ولكن عنده رسالة على ال 2000 دينار الجديدة هذيك، قال لك صرا لك يعني كي الدوزان تاعنا في الدار، الحاجة الجديدة نخلوها للضياف، أيا والقديمة احنا اللي نشربوا فيها وناكلوا فيها، فالميتين ألف الجديدة هذه راح نداولوها إن شاء الله في الأسواق، لأنه سلعتنا إن شاء الله تولي راحت تتداول بالدينار الجزائري، لهذا العملة لازم تكون
كيما نقولوا حنايا في مستوى الصادرات او مستوى الاقتصاد نتاعنا اللي رانا رايحين نصدروه للخارج. هذه فيض من غيظ، في انتظار ان شاء الله يعني مشاريع اخرى راهي جايه في طريق الفروش. عندي صوت فرنشي والله أستاذ موسى، أكدونا برك. ما هي اللي تقدر تحكم التيوم؟ تقدر. صح، أوكي ما كاش مشكل. أوكي عند بالي المشكل عندي أنا، فقلنا يعني اليوم يعني مشاريع كبيرة يعني انطلقت في الجزائر على غرار المجالات في الصناعة، المجالات يعني في الزراعة. شفنا اليوم المؤسسة إعادة التربية في بيتنا اللي مشروع يعني طالما نادينا به وقلنا باللي استغلال يعني لهذا السجناء، وهذا هو النزلاء نتاع الأحباس نتاع الحبس، يعني ما خليش هنا ياكل ويشرب ويرقد باطل، لازم نستغل هذا العملاء. ما نحقروش، نعطيله حقه، ولكن بري سيمبوليك أنا أوليو باش يبقى ياكل ويشرب ويرقد ويدخل مجرم نورمال، ومن بعدها يخرج يولي مجرم ما نقولوا حنايا محترف. لا لا، انا نستغل العمل تاعو ونستغل الطاقه تاعو. شفناهم اليوم يعني ما شاء الله، شي فرح سيو في الزراعه، سيو في الامور تاع في الفاكهه، حتى في تربيه الدجاج، في تربيه تربية الأغنام، في إنتاج البيض، في أشجار الزيتون. فشي يفرح وشي يبعث على أنه يعني السياسة المنتهجة من طرف المنظومة، من طرف رئيس الجمهورية يعني شخصيا، تمشي في الطريق الصحيح. الحملات اللي راح يقوموا بها يعني مختلف الوزارات ومختلف المديريات يعني لتصحيح الأخطاء السابقة والتقليل يعني من الآثار السلبية نتاع الفترة اللي فاتت. يعني شفنا رانا مرينا للسرعة القصوى، ف يعني مشاريع كبيرة يعني تم افتتاحها اليوم. برك هذه نتاع السجانة أكثر بالك من 20 أو 25 هكتار، يعني اللي قدروا يستصلحوها وقدروا يخدموا فيها. هذا مشروع واعد. شفنا ثاني تقرير نتاع التلفزيون الجزائري على المشروع، إعادة إحياء المشروع نتاع السد الأخضر، كذلك ما مشروع يعني واعد مليح للبلاد ومليح كذلك للمنظومة أو للنظام نتاعنا نتاع الحبس. السجين نستغلوا سيرتو إذا كان عنده 10 أو 15 سنة أو محكوم عليه بالمؤبد. أنا هذا علاش راه قاعد نستغله، اديه نخدم به السد الاخضر، مش عارف انا ندير به شق الطرقات، رانا